يا صباح الخير على أحلى متابعين في الدنيا. معلومتنا النهاردة معلومة حصري، هنشوفها مع بعض إن شاء الله. طبعا اللي قدامكم دي ردة، إذا كان ردة أو دقيق، طبعا بتبقى كده في كيس بتناخد بإيدنا، ممكن إيدنا تكون مبلولة وتبوظ الكمية. طب بلاش الإيد، هناخد بالكوباية بالردة أو الدقيق عشان طبعا، وهبتدي اقفل الكيس. وبعد ما اقفله ممكن يتقفل الكيس مش حلو، احطه في التلاجة، ممكن ازازة برضو مفتوحة مش مقفولة كويس تنزل عليه تبله، او انساه في المطبخ ويبقى فيه فتل كده ويبوظ مش حلو. اسهل طريقة لقيتها ان انا اجيب اي ازازة عندي واحط فيها الردة، وشوف استعمالها بسيط جدا ازاي وسهلة في الاستعمال، وممكن تحطيها في التلاجة على الرف مش هيجرالها اي حاجة ولا هتعمل خيوط ولا ممكن تتبل، وسهلة الاستعمال. ياريت الفكرة النهاردة تعجبكم ان شاء الله.